المثليون يبالغون مطالبهم زواج وعائلة وحياة علنية. شو ياخدين من طريقنا سوري يعني شو ياخدين من طريقنا؟ ولا شيء. مين اللي ياخد من بس طريقنا؟ بس ضد الدين، ضد المجتمع، ضد العدالة. الدين ما انه ماسك العالم كله على فكرة، معلش سوري، الدين ما انه ماسك العالم كله، مش كل العالم ملتزمين أو متابعة يعني. في عندك، أنا بالنسبة لي كل شيء منه خطر على المجتمع ما بيهمني. كل واحد عنده حرية شخصية يعمل اللي بده إياه، يعني هول أم اللي بيعملوا مجازر باردون. أنا بدي أجي ضد المثليين وهلل اللي بيعملوا مشاكل. يوم قايم الدنيا على حلن ابن وزير وابن نايب تجوزوا وضاجة السوشيال ميديا فيهم بطريقة مش طبيعية، لأنه إنه هول ضد الدين وضد بناء الأسرة وبناء العائلة. شو شخصياً شو تحديداً يعني شو أثر بحياتهم هني؟ ماشي، أنت بدك تبدي رأيك ليه؟ مينك أنت أصلاً؟ إنه لأنه بالقرآن والإنجيل قالوا لك إنه رجال ومرة بيكونوا هيدا البيت. القرآن والإنجيل بيعطي حرية واحترام للغير، احترام لرأي الغير، هيدا القرآن وهيدا الإنجيل. كل الأديان نحترم رأي غيرنا، نحترم هو شو قرر بحياته. ما في احترام، أنا بدي أفرض عليك أنت كيف تعيش لأنه أنا ملتزمة دينياً. شو إلي معك؟ إذا أنت مش ملتزم أنا شو إلي معك؟ صح، أما إلي معك، خليني بحياتي أنا ملتزمة وما إلي معك. بالعكس، أنت مرتاح، أنت مبسوط، حبك حقيقي، رحت يعني رح تموت أنت ومبسوط. أنا هيدا بهمني، أنا بنبسط لخي الإنسان إذا هو مبسوط، that's it يعني. بس مش بنبسط له إذا مع إعطاء حقوق المثليين عادي، إذا ممكن يجي يقتلني. لا مش حياتك، لا عم بحكي عن غير. هونيك بقوم لقيامي، أنا في خطر على حياتي، ما بنبسط لقصص خطرة على حياتي وحياة ولادي.